النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مشروع لمنتج مش جديد في السوق، لكن منتج مهم جدا ومنتج استهلاكي من الدرجة الأولى. السحب والطلب على المنتج بكميات كبيرة يوميا. مشروع النهاردة إن شاء الله مشروع الأكياس البلاستيك بكامل تفاصيله. مشروع تصنيع الأكياس البلاستيك أو مشروع الأكياس البلاستيك بوجه عام، ناس كتير حابة إن هي تبدأ في هذا المشروع وحابة تشتغل فيه. النهاردة إن شاء الله هنوضح لحضراتكم بعض التفاصيل مهمة جدا، هنوضح كمان عوامل نجاح هذا المشروع، لأن هذا المشروع عليه طلب كبير جدا، وطبعا المنتج غني عن التعريف، منتج عليه استهلاك بشكل يومي بكميات كبيرة جدا. لكن إيه أسرار النجاح وإيه اللي ممكن تعمله عشان تنجح في هذا المشروع؟ ده اللي هنتكلم عليه إن شاء الله في فيديو النهاردة. أول نقطة نتكلم عليها وأهم نقطة في مشروع النهاردة وهي جودة المنتج. جودة المنتج هي اللي هخليك تنجح في هذا المشروع. ناس كتير جدا قادرة تجيب الماكينات وعندها أماكن انها تنفذ المشروع وعندها رأس المال اللي محتاجينه في المشروع، لكن للأسف وممكن كمان يبدأ بخط كامل مش نص خط، لكن للأسف المشروع بالنسبة له مش مشروع ناجح، لأن أهم حاجة وأساس المشروع بتاع النهاردة وهي جودة المنتج. جودة المنتج بتاعك هي اللي هتخليك تسوق المنتج بتاعك. طب جودة المنتج أنا أجيبها إزاي؟ دلوقتي الناس اللي بتروح تعمل هذا المشروع ما بتهتمش بموضوع الخامات، بمعنى إيه؟ إن أنا لقيت أكتر من حد بيتصل عليا بيقول لي عايز أماكن البقر أو الرولات. دي طبعًا مسؤولية التاجر اللي بيبيع لك المكن، المفروض إن هو يطمن عليك إن أنت عارف بإذن الله هتاخد خامة كويسة بسعر كويس وجودة عالية. لما تاخد الخامات جودة عالية وسعر كويس يبقى انت كده بدات صح في بدايه مشروعك. ليه انا بقول لك التاجر؟ لان التاجر يبقى عنده عميل او اثنين او ثلاثه بيجيب لي ده وبيجيب لي ده وبيجيب لي ده من نفس المصنع. لو عنده مصنع او اثنين مش هيغشوه، لان هو بيتعامل معاه باستمرار، عشان لما يجي يشتغل ويبدا في السوق يبدا تصنيع ما يجيش يبدا يوزع يلاقي التجار او اللي هيشتري بيرجعوا المنتج. فالنقطه دي مهمه جدا جدا في بدايه المشروع. الناس اللي بتروح للتاجر عشان تاخد منه المكن لازم تاخد بالك تساله هجيب منين الخامه. قال لك عند فلان، روح الاول عند فلان وشوف الخامه وشوف المنتج اللي انت هتشتريه، اطمنت من ناحيه الخامه، خش الحاجه اللي بعدها المكن. موضوع التسويق، ودي حاجه مهمه جدا، اهم حاجه في هذا المشروع التسويق، والتسويق مش هيجي الا بجوده كويسه للخامه اللي انت بتشتغل فيها او جوده المنتج، وجوده المنتج مش هتيجي الا بجوده الخامه اللي انت هتشغلها. يعني ما تروحش تشتري نص خط اللي هو المقص وتبدا شغل باي خامه، لا، الخامات هنا مهمه جدا زي ما قلت لك، لان الخامات في اكتر من نوع. خامات في بيور وفي كسر بيور، وخلي بالكم الحاجتين دول بيور وكسر البيور، لانهم قريبين جدا من بعض، بس بيفرق في السعر 2 جنيه ممكن يكون اكتر. طبعا بيبان من العينات نفسها، الكيس بكيس بيفرق، درجه الشفافيه بتفرق، الحاجات دي كلها بيعرفها اللي هو التاجر طبعا وصاحب المصنع. وعشان العميل بيكون لسه جديد مش عارف النقطه دي كويس، فلازم ياخد باله من هذه الجزئيه كويس جدا عشان يبدا صح، عشان لو عدت النقطه دي عليه بعد كده ما بيعرفش يكمل. اعتقد ان شاء الله تكون النقطه وضحت. اهم حاجه الخامات عشان جوده المنتج فيما بعد وعشان تعرف تسوق. نيجي نتكلم على النقطه اللي بعد كده، وهي ان مشروع هذا ليه طريقتين للعمل فيه. الطريقه الاولى وهي نص خط. نص خط يعني عباره عن ماكينه قص الاكياس البلاستيك ومكبس للاكياس البلاستيك. ماكينة القص ديت بتحط عليها الرول بتاع الأكياس زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو كده. بعد كده الماكينة بتقطع الأكياس، بعد كده بتشيل الأكياس بتحطها على المكبس عشان تعمل يد الكيس. دي الطريقة الأولى اللي هي برأس مال يعني إلى حد ما صغير، دي طريقة النص خط، إن أنت بتشتري المقص والمكبس فقط وبتشتري الرول من أي مصنع يكون عنده ماكينة فيلم أو خط كامل. أما الطريقة الثانية وهي الخط الكامل، الخط الكامل بيكون عبارة عن ماكينة فيلم. الماكينة الفيلم بتصنع الرولات نفسها أو البكر بتاع الأكياس. ماكينة الفيلم اللي هي بتصنع الكيس نفسه، الخامة نفسه، ده احنا بنتكلم عليه. ان انت لما تروح تتعامل مع مصنع سواء انا هتشتري النص خط او خط كامل، اهم حاجة الخامة. لكن بالنسبة للخط الكامل في ملحوظة مهمة جدا، ان انت لازم يلزمك فني او اتنين فنيين، لان لما كنت الفيلم بتشتغل 24 ساعة ما بتبطلش خالص، 24 ساعة شغالة الا بس يوم مثلا يوم جمعة مفيش عمل في هذا اليوم، فالماكينة بتقف مثلا في نهاية يوم الخميس وتبدأ تشتغل تاني يوم السبت، وتبدا من السبت الخميس الماكينه شغاله. فالماكينه طول ما هي شغاله محتاجه فني على الماكينه، فانت بتجيب اتنين فنيين، واحد 12 ساعه والتاني 12 ساعه، وتبدا ان انت الفنيين يبداوا ان هم يصنعوا الرولات. طبعا الغرض هنا من الماكينه بتشتغل 24 ساعه ان الماكينه
عشان تسخن محتاجة 3 أو 4 ساعات، فده في إهلاك عليك في موضوع الكهرباء، خاصة إن الماكينة بتشتغل على كهرباء 3 فاز مش 2 فاز، فبتبقى بالنسبة لك تيجي تشغلها 3 ساعات عشان تبدأ تسخن أو ساعتين، فدي طبعا مكلفة في موضوع الكهرباء. فالماكينة هنا بتشتغل 24 ساعة، فدي ملحوظة لازم تاخد بالك منها. برضو اللي انت هتشتري منه الخط أو الماكينة، ماكينة الفيلم، لازم إن هو يوفر لك صنايعي. بالنسبة لنص الخط، ناس كتير بتسأل عليه وناس كتير عايزة تشتغل فيه. نص خط انتاج زي ما قلنا بيكون مكون من ماكينه المقص وماكينه المكبس. طبعا هنا الاسعار مختلفه لان الانتاجات مختلفه والصناعات مختلفه. في اللي بتصنع في مصر هنا وبتبقى الخامات من تايوان ومن الصين، وفي ماكينات بتيجي من الصين وفي من تركيا وفي من اماكن كتير، لكن كل حاجه طبعا تختلف في الطاقه الانتاجيه، تختلف في السرعات. الماكينات اللي سرعتها بتبقى عاليه تبقى طبعا مكلفة جدا، لكن انت ممكن تبدأ بنص خط انتاج والمكبس صناعة مثلا مصري تبدأ بيها في البداية، هتقضي الغرض معاك لغاية لما تشوف موضوع التسويق وتبدأ ان انت ان شاء الله فيما بعد تطور من نفسك وتجيب ماكينة الفيلم بقى عندك خط كامل. ممكن كمان تستورد الخط من الصين، وممكن يعني تجيب حاجات متطورة وحاجات ليها انتاجيات اعلى. مكونات النص خط بتكون من ايه؟ بتكون من ماكينة المقص اللي هي قدام حضراتكم وماكينة المكبس. بداية اول حاجة هنعرض لحضراتكم المكبس اللي هو المحل الصنع اللي بتصنع في مصر هنا، وده بيبقى بمواصفات تايوانية لكن بتصنع في مصر هنا. اسعاره بتبدأ من 50 ل70 ألف على حسب المقص هل هو دبل او سنجل. طبعا دبل او سنجل باين من المعنى، يعني ان الدبل هو ضعف انتاجية المكنة السنجل، هي نفسها هي لكن بتختلف في الانتاجية. انتاجية المقص السنجل من 4 إلى 5 طن في الشهر، والمقص الدبل ضعف الانتاجية دي من 8 إلى 9 طن في الشهر. زي ما قلت لك اسعار المقص السنجل تبدأ من 50 ألف، اسعار المقص الدبل تقريبا في حدود 70 ألف، مش بتزيد عن كده، لان في ناس اشترت المقص بسعر اعلى من كده، لا هو سعره في السوق ده الموجود في السوق حاليا بنفس الاسعار دي. ربحيتك ايه في الاربعة خمسة طن لو انت هتبدأ بمقص سنجل؟ لو بعت طن ونص في الشهر يبقى انت كده تعديت مرحلة التكلفة، يعني انت المقص بيكلفك خامات وشراء للمكبس للمقص والمكبس بيكلفك حوالي في حدود طن ونص، يعني حسبتها كده ان انت لو بعت في الشهر طن ونص فانت كده تعديت مرحلة التكلفة، الباقي ده كله هيبقى ربح بالنسبة لك. هنا بنيجي لحتة جزئية ان في ناس بتقول ان الخط الكامل هو بس اللي بيكون فيه مكسب او هو اللي بيتحكم في السوق. لا طبعا، يعني النص خط ما فيش حد هيبدأ بخط كامل طبعا، وده من الاخطاء الكبيرة اللي الناس تبدأ فيها. الخط الكامل محتاج مواصفات فنية معينة، ومحتاج برضو بالاضافة طبعا لرأس المال الكبير اللي انت بتحتاجه عشان تشتري ماكينة الفيلم. بالنسبة للمساحة اللي بيحتاجها النص خط حوالي 30 متر وممكن اعلى من كده، يعني على حسب الانتاجية بتاعتك وحسب المواد الرولات الموجودة عندك كمواد خام. طيب لو جينا نتكلم على حساب الربحية في النص خط، بنشتري الرول من رول البلاستيك من اقرب مصنع عشان نوفر تكلفة النقل، واسعار الرولات على حسب نسبة الخلط وسعر الخام وقت الشراء. يعني الرولات دي في منها بيور، في منها درجة اولى، درجة تانية، درجة تالتة، طبعا كل حاجة وليها سعرها. ممكن تسأل عند اي مصنع وقرب مصنع ليك الاسعار كام عنده. ايا كان سعر الرول فاحنا بنضيف على سعر الرول 1500 جنيه الى 2000 جنيه مصري على الطن الواحد في حالة البيع جملة، اما في حالة البيع قطاعي يتم تحديد السعر على حسب السعر المتداول في المنطقة اللي انت بتبيع فيها. يعني نصيحة ان انت في البداية ما تبدأش ان انت تشتري الماكينات مباشرة، حاول في البداية ان انت تشتري المنتج جاهز وتبدأ ان انت تسوق في المنطقة اللي انت فيها. طبعا المنتج مطلوب في محلات كتير، سوبر ماركت والمحلات الكهرباء والهايبر وبتاع الخضار، اي حد حواليك جنبك بيحتاج اكياس بلاستيك، فحاول تبدأ في المنطقة اللي انت فيها وتبدأ ان انت تشتري المنتج جاهز من احد المصانع وتبيعه، بتزود عليه ربحيتك. ممكن كمان تشتري المنتج، طبعا المنتج ما بيبقى سادة، ما بيبقاش عليه اسماء مصنع ولا حاجة الا الكميات الكبيرة، فانت ممكن تجيب
اكياس بلاستيك باسمك وعليها تليفونك، وتبدا ان انت تعبي كيلوات فيها او نصاص على حسب ما انت هتبيع، او مثلا 2 كيلو على حسب برضه ما انت هتبيع، وتبدا ان انت توزع باسمك حاجه باسمك انت. بعد كده المكابس، انت بتحتاج بعد المقص بتحتاج المكبس. المكبس برضه في منه انواع، في ال 12 طن ده برضه بتصنع محلي في مصر هنا، وسعره في حدود 15000 جنيه وممكن اقل من كده، لان هو عباره عن مكبس مش حاجه يعني فيها فنيات كتير. في بعد كده المكبس الهيدروليك برضه هيكون قدام حضراتكم، برضه المكبس الهيدروليك ده سعره في حدود 35000 جنيه مصر. كده اتكلمنا على كل ما يخص النص خط انتاج. لو جينا اتكلمنا على الخط الكامل وازاي ابدا بالخط الكامل، عشان تبدا المشروع بشكل كامل لازم يكون عندك بعض المقومات اللي هنتكلم عليها دلوقتي. اول حاجه لازم يكون عندك مساحه ما تقلش عن 60 متر مكعب، بالارتفاع ما يقلش عن 4 متر او 4.5. لازم يكون عندك عداد 3 فاز، لازم يكون معاك صنايعي او تعرف صنايعي عشان يشتغل معاك، او تتدرب لفتره في الشركه اللي هتورد لك الماكينات، او هما بيعطوا لك حد يعلمك. بس ما ينفعش ان انت تبدا او تفاجئ نفسك بكل الحاجات دي من اول مره، ان انت هتكون صنايعي ولا تكون تعرف حاجة عن الشغل ولا يكون لك في التسويق ولا تعرف حاجة عن التسويق، في الوقت ده تروح تفتح مصنع، فبالتالي انت كده بتعمل حاجة صعبة عليك وحاجة صعبة جدا كمان. النهاردة هنعرفك ايه شغل ماكينة الفيلم، وازاي ازاي انت اصلا تقدر تجيب ماكينة فيلم، وامتى تجيب ماكينة الفيلم. دلوقتي ماكينة الفيلم زي ما قلنا عشان تفتح مصنع كامل اللي هو عبارة عن ماكينة الفيلم والمقص والمكبس، محتاج مكان ما يقلش عن 60 متر، لان انت بيكون عندك خامات، بيكون عندك انتاج، بيكون عندك هالك، بيكون عندك اضافات، فبالتالي بيكون محتاج مكان كبير. الارتفاع زي ما قلنا ما يقلش عن 4 متر او 4.5 متر، الكهرباء 3 فاز. مكنة فيلم لازم تشتغل 24 ساعة ما بتتفصلش، كل ما بتشتغل فترة اطول كل ما بيكون جودتها اطول وانتاجيتها اعلى. ما ينفعش انت تشغلها ساعتين وتوقفها، او تشغلها وردية وتفصلها وردية ثانية، انت كده هتخسر، لان الماكينه بتفضل شغاله، تفضل تسخنها قبل ما تشتغل بحوالي ساعه وساعتين، لان بيكون عليها سخانات، لازم السخانه تسخن الاول، وبعد ما بتسخن بتطلع علامات على عدادات انها سخنت كده، خلاص درجه حرارتها وصلت درجه حراره للدرجه المطلوبه. طيب امتى بقى اشتري ماكينه الفيلم؟ بتفرق معاك في ايه ان تكون ماكينه الفيلم عندك او مش عندك؟ يعني اللي يبدا بنص خط، احنا بنقول بدايه نص خط مش وحشه، لكن لو عندك امكانيه والتسويق ان شاء الله ماشي معاك كويس، فانت بتزود مصنعك او بتنمي مصنعك ان انت بتشتري ماكينه الفيلم. ايه بقى الفايده ان انت بتشتري ماكينه الفيلم؟ يبقى عندك خط كامل عن النص خط. اولا مش محتاج ان الرول كل شويه من المصنع لغايه عندك، فدي برضو تكلفه انت يعني شلتها من عليك. الحاجه الثانيه انت بتعمل المقاسات المطلوب منك بالظبط، بتعملها يعني بتبقى موجوده عندك وتعملها بالظبط في اي وقت. ثالثا بيكون المنتج كله التصنيع من عندك، فبيكون المواصفات الفنيه للرول او للكيس ذات نفسه بتكون انت متحكم فيها، فدي برضو من المميزات الكويسه اللي انت بتكون يعني بتكون عندك لو عندك الخط كامل. بالنسبه لنص خط انتاج انت محتاج كهرباء 220 فولت، اما الخط الكامل فانت هتحتاج كهرباء 380 فولت. في بعض الفنيين هنا في مصر بيعمل لك حاجه في ماكينه الفيلم، يعني حاجه في الكهرباء كده بيخلي لك الماكينه تشتغل على 220 فولت، لكن بيكلفك حوالي يعني من 30 الى 35 الف جنيه زياده على سعر الماكينه. المساحه اللي احنا محتاجينها بالنسبه لنص خط، غرفه بمساحه 20 متر او 3 في 4، غرفه في المنزل يعني، او بحجم غرفه في المنزل. من الحاجات المهمه جدا زي ما قلت لك في نجاح هذا المشروع وهو التسويق. الحقيقه اتكلمت مع اكتر من مورد لهذه الماكينات في مصر هنا، اسرار نجاح المشروع هو التسويق، رقم واحد التسويق. ناس كتير زي ما قلت لك قادره انها تشتري الماكينه وقادره انها تشتري خط كامل، لكن للاسف ما درستش الموضوع من ناحيه التسويق بشكل جيد. عشان كده انا بنصحك في البدايه قبل تنفيذ هذا المشروع ان تاخد فكره كامله او شامله عن هذا المشروع من السوق، تنزل السوق وتسال على الخامات اللي عليها طلب كبير، تسال كمان في المصانع اللي بتصنع هذه الخامات او الاكياس، وتبدا ان انت تشتري الحاجات اللي هي او الاصناف اللي هي عليها طلب كبير جدا في الاسواق، تبدا ان انت توزع تبيعها لغايه لما يكون عندك عميل بصفه مستمره، يكون عندك التسويق هنا شغال كويس جدا، تبدا بعد كده تشتري النص خط وبعد كده تشتري الخط الكامل. لو عندك تسويق جيد، تسويق كويس، تسويق بشكل يومي، اعتقد هذا المشروع من انجح المشاريع اللي موجوده حاليا، او من انجح المشاريع اللي موجوده في الوطن العربي بشكل عام. صحيح في بعض الدول منعت الاكياس البلاستيك، لكن هي موجوده في بعض الدول الثانيه وعليها طلب كبير جدا في هذه الدول.
طبعا في حاجات تانية تكمل الخط الكامل زي المطبعة، والمطبعة برضه هنتكلم عليها في نهاية الفيديو، علشان دي يعني في حوالي 5 دقايق كده او 4 دقايق هنعرض لحضراتكم شغل المطبعة ازاي واسعار المطابع ايه. طبعا المطبعة اسعارها برضه مش قليلة، اسعارها عالية شوية، فاحنا مش يعني نبدأ واحدة واحدة زي ما قلنا بالتسويق، بعدين النص خط، بعدين الخط الكامل، بعدين المطبعة. موضوع الطباعة ممكن تعمله مشروع لوحده، وممكن تعمله لو انت يعني التسويق مشي معاك تمام مفيش مشكلة والامور تمام معاك، ممكن تزود خط الانتاج بتاعك بمرحلة الطباعة. حاول ان انت تبدأ في هذا المشروع بشكل يعني عملي شوية، ان انت تبدأ ان انت تعمل دراسة الجدوى عند احد المتخصصين في دراسات الجدوى، وحاول انك تدرس الموضوع بشكل كبير قبل ما تنفذه. اتمنى يا رب التوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.